ناخذ اتصال الاخ خالد. تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. حياك الله. شيخ الله يرضى عليك، انا عندي نية حج السنة هذه ان شاء الله، ومطلوب لدى شركة الاتصالات مبلغ تقريبا حول 6000 ريال، وابغى اشوف هل بامكاني اني احج واني اسدد الاتصالات او اطلق لها انت. يا اخي اذا كان عندك مال يتسع لتسديد الدين وللحج فإنك تحج، أما إذا كان المال لا يتسع إلا لتسديد الدين فإنك تبدأ بالدين قبل الحج. طيب شكرا.